السلام عليكم خوتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. مباشره غادي نعطيكم مقادير ديال واحد الحلوه كتجيب سكر كلاصي زوينه بزاف بزاف ورطبه. كنستخدم فيها الكاوكاو. هاد الحلوه هادي سميتها حلوى الخليط، راها معروفه بزاف بزاف في اليوتيوب. انا سبق لي ودرتها معكم شحال هادي، تقريبا في 2019 ولا في 2020 راه منزلاها لكم في القناه الاولى. مهم، قلت علاش لا نعاودها لكم في هذه القناه اللي خدامه بها حاليا. عملت فيها هنايا 100 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته وطحنته هكا بودر. كذلك غادي تحتاجوا فيها واحد 80 غرام ديال الزنجلان اللي حتى هو نصف الكميه طحنتها ونصف الكميه خليتها بحال هكا حبوب، حتى هو حمروه شي شويه في المقلاه عندك وتحرقوه باش ما يعطيكمش نكهه مره في الحلوه ديالكم. واحد المعلقه صغيره ديال النافع كيبقى اختياري، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش تضيفوه عوضوه بالزبيب. هنايا غادي نحتاج هاد النوعيه هادي ديال الزيت، الصراحه كتجي خفيفه وزوينه في الحلويات. المهم هاي راه شفتوا السميه ديالها. غادي نحتاج نصف كاس، الكاس عندي انايا كيهز 100 غرام، 100 غرام هو النيت اللي عبرت فيه الكاوكاو. غادي تحتاجوا نصف كاس من زيت نباتي، جوج معالق كبار من ماء الزهر يكون نوعيه ممتازه، نصف نصف ساشي من خميره الحلويات اللي هي الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، غادي تحتاجوا غير النصف. كذلك غادي تحتاجوا هنايا واحد الكاس الا الربع من السكر كلاصي او لا السكر ثقيل. وهنايا عندي هاد النوعيه ديال الزبده كتجي زوينه الصراحه في الحلويات، احتاج انا غير نصف الكميه ديالها. الا بغيتوا ديروها كامله كيخصكم تضاعفوا المقادير. ومن طبيعه الحال غادي نحتاج واحد الرشه ديال الملح والدقيق، غنبقى نضيف شويه بشويه. المهم تقريبا غتحتاجوا 3 كؤوس وملعقه كبيره. هادو هما المكونات اللي عندي الخوت، على بركه الله غادي نبداو. غادي تاخذوا اناء غتعملوا فيه 125 غرام ديال الزبده وغتضيفوا فيه واحد رشه من الملح نضيفوا فيه كذلك كاس الا الربع من السكر كلاصي. بغيتوا تضيفوا كاس كامل ضيفوا على حسب الذوق، انا ما غاديش نكثر السكر بزاف لان في الاخر كتفند في السكر ثقيل. صافي غادي نخدم هاد الزبده مع السكر وديك الرشيشه ديال الملح مزيان مزيان وعاد نرجع باش نضيف لها باقي المكونات. صافي بعد ما خدمنا الزبده مزيان مع السكر وطلقات ولات كريميه، ها نتوما كترجع كريميه. دابا غادي نصبوا الزيت النباتي عليها ونرجعوا نخدموها مزيان حتى ترجع كريميه مزيان مزيان، عاد باش نضيفوا الكاوكاو والزنجلان. ها نتوما خوتي، ضفت هنايا الكاوكاو اللي طحنت وكذلك الزنجلان وضفت النافع وجوج معلقات ديال الماء الزهر، جوج معالق كبار. صافي خلطوا هاد المكونات مع بعض مزيان مزيان حتى يتجانسوا لنا مع ديك الزبده والزيت والسكر. عاد غادي نبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنخلطوا. تحاولوا انكم ما امكن انكم ما تقصحوش العجين باش يجيكم هاد الكاطو ديالكم زوين اولا الحلوه. صافي ها نتوما هنايا انا خديت الغربال اولا الصفاي اللي عندكم وضفت كوب واحد اللي عبرت به نيت الكاوكاو، كوب اللي كيهز ليا 100 غرام ديال الدقيق. غادي ندير غير كوب واحد وغادي نضيف معاه نصف خميره كيماويه خميره الحلوه. صافي غادي نغربلهم هنا ونخلط وعاد نضيف الكاس الثاني والثالث بالتدريج. صافي بعد ما جمعت العجين كنحصل عليه بهذا الشكل، هذا يكون عجين اللي هو رطب. احتاجيت فيه 3 الكؤوس ديال الدقيق وجوج معالق، يعني جوج المعالقات كبار و 3 الكؤوس ديال الدقيق بالضبط، هادشي اللي احتاجيت في العجين. يعني على حسب الدقيق ديالكم كيفاش داير، واش كيمتص بالزربه او لا. المهم العجين هو هذا. غادي تاخذوا واحد لاطه ديال الفرن اللي غدهنوها بالزيت، غير شويه ديال الزيت دهنوها وتبداو تشكلوا من العجين ديالكم كويرات وتطبعوه بالطابع.
الا عندكم الطابع، ما عندكمش الطابع شنفوه غير من الجناب هكا باش ينتف اللي يكون عندكم خاص بالحلويات، تبقاو تقيسوه في الدقيق وتشنفوا به الجوانب. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. لا ما عندكمش كاع لا نتافله هذه، خليوها كويرات وصوبوا على شكل غريبه وصافي. المهم ها نتوما معايا انا حتى نشكل الحلوه ديالي ونرجع معكم. صافي ها هي الحلوه ديالنا، حصلت على 23 حبه بهذا القياس هذا اللي عملت معكم الزبده والدقيق. نتوما عملوهم صغار من هكا الا بغيتوا، انا درتهم هكا شويه متوسطين في الحجم شفتوا. وبالنسبه لهاد انا نوريكم الشكل ديال الحلوه كي درت ليها، ها نتوما درت ليها غير بالنتاف هكا بحال غير كتقرصوها من الفوق ومن الجناب بالنتاف باش كتعطيوها واحد الشكل وصافي. صافي بغيتو تخليوها غير عاديه بحال غريبه عاديه ماشي مشكل. ها نتوما صافي درجه حراره الفرن عملتها على 180، عملت الفران كيسخن من الفوق من التحت. غادي ندخلها طيب من التحت هو الاول وغنشعل علاش تحمر شويه من الفوق ونخليها حتى تبرد وعاد نفندوها في سكر كلاصي. هانتوما البنات بعد ما كطيب الحلوه كنحصل عليها بحال هكا، ما تخليوهاش طيب بزاف يعني خصها تجي اللون ديالها بحال هكذا. هانتوما انا وريتكم في هذه حيت كنوريكم بالضبط كيفاش خصها تكون، ما تفرطوهاش في الطياب بزاف بحال اللي درت انا. راكم عارفين ما عندي بيبي راه ما كيخليني نصاوب حتى شي حاجه. صافي غنخليها تبرد واحد شويه ونفندها في سكر كلاصي ونرجعوا نتلاقاو. ها الكميه اللي كتخرج ليا 125 غرام ديال الزبده و3 كؤوس ديال الدقيق. شوفوا فندتها في السكر كلاصي لما تضيف واحد الطبيسيل هكا وفنت فيه الحلوه، في حين انكم لما بغيتوش تفندوها هكا في سكر كلاصي كتاخذي غير واحد الصفاي وتعملوا فيها السكر كلاصي وصافي ودردروا عليها هكا من الفوق كتجي زوينه صراحه. صافي وتعملوها في واحد الانبواط بلاستيك تغطيوها بلاستيكه من الفوق كتبقى رطبه وهشيشه ما تخسر لكم ما حتى شي حاجه. كان هذا هو الكاطو بعد ما نزلته في هاد لاسيات هكا صغير. المهم ما تنساوش انكم تجربوه راه كيجي بنين زوين، وما تنساوش دعمي واشتراك بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه. مرحبا بكم، وبالنسبه للناس القدام كنشكركم بزاف بزاف ومرحبا والف مرحبا وعشركم مباركه.